السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علي جمال من كورس الأندرويد بلغة الكوتلين. درس النهاردة إن شاء الله هو الدرس الثاني في قواعد البيانات عن طريق ريلم. إن شاء الله درس النهاردة هنتكلم عن الريد، إزاي نعمل ريد للبيانات بتاعتي. أول درس كان عبارة عن كريت، إزاي أعمل كريت للداتابيز وأعمل كريت للجدول بتاعي، وعرفنا ازاي بنعملهم. درس النهاردة هنتكلم عن الريد وقراءة البيانات. في قراءة البيانات بكل بساطة باجي اعمل هنا val، انا بكمل على الكود اللي انا كتبته المرة اللي فاتت. دلوقتي انا عايز احفظ كل البيانات الخاصة بالبيرسون اللي موجودة داخل الجدول، فبعمل val، بعدين ممكن أسميه مثلا all، أي اسم تحبه، وبعدين أقول له يساوي ريلم. ريلم اللي هي اللي أنا كنت عامل لها هنا configuration وأرسلت لها configuration، تمام. بعد كده بقول له dot where، بحيث where هنا بستخدمها إن أنا عايز أحدد له أي جدول انا هستخدمه. وير هنا بتستقبل مني الكلاس، زي ما انا جيت هنا قلت له realm.createObject على اساس ان انا هعمل هحط بيانات، تمام. لازم احدد له الجدول بتاعي، وبيبقى عن طريق الكلاس، كلاس اللي هو بيرسون. هنا نفس الموضوع، هقول له بيرسون زي ما عملت فوق هنا نقطتين نقطتين، بعدين class.java، تمام. بعد كده بقول له دوت دوت ايه بقى. انا لو كان ليك يعني قبل كده كنت شغال على قواعد بيانات او تعرف عن قواعد البيانات، فاقدر استخدم مثلا اي statement معينة. فهنا مثلا هستخدم find all، هيجيب لي كل الداتا بتاعتي، تمام، ويبتدي يحفظها في all. علشان اطلع الداتا ديت ممكن استخدم for each. تعالى اقول له all dot، هتلاحظ ان عندي اكثر من دالة استخدمها في المصفوفة بتاعتي اللي هي حفظت فيها كل الداتا. هقول له for each اللي هي فيها قوسين بالشكل دوت خاصة بكوتلين، اضغط انتر. هاجي هنا هقول له احفظ لي الداتا دي في بيرسون مثلا او بير، بحيث تبقى مختلفة عن فوق، واقول له العلامة اللي هي الشرطة، وبعد كده اكبر من. هاجي هنا علشان اوصل للداتا بتاعتي، مثلا تعالى اعمل برنتلين للداتا، اقول له برنتلين برنتلين. هاجي داخل البرنتلين اقول له مثلا بير اللي هو اتخزن فيه الداتا هنا في الفور اتش، تمام. بعد كده البير اقول له مثلا اطبع لي النيم، انا عايز النيم من الداتا بتاعتي. تعال نعمل ران للبرنامج. ونيجي على لوج كات هنا بحيث يظهر لي البيان، اعمل كلير. شاشة الكونسول هيطبع لي فيها النيم اللي موجودة داخل الداتابيز. لو لاحظت طبع لي علي جمال. طب عايز تاخد بالك، لأن أنا كنت حاطط system.out في السيرش، المفروض إن عندك هيظهر بالشكل دوت في اللوج كات. فعلشان بس أعمل فلتر للبيانات الموجودة تحت، هتكتب هنا system.out بحيث يظهر لي بس ال system.out. لو جيت دورت كده هتلاقي system.out، تمام. خدها كوبي حطها هنا بحيث يعمل فلتر للنتائج بتاعتي، تمام. لو لاحظت طبع لي الاسم علشان هنا كتبت له print للنيم. طيب تعالى
نغير البيانات. مثلا هنا خليه محمد، تمام. هنا الايدج 35 او 34، وهنا مثلا ايا كان مدير مثلا. بعدين نعمل ران مرة اخرى. هتلاحظ ما ظهرش حاجة معايا، ولو شلنا الفلتر اللي انا عامله او السيرش هنيجي تحت كده هتلاقي البرنامج عمل كراش. ليه عمل كراش؟ تعال نشوف مع بعض ايه المشكلة في الكراش. غالبا بتلاقيه هنا في تالت سطر، هنمشي معاه. بيقول لي ان لو لاحظت هنا بيقول لي exceptions dot realm primary key، في مشكلة. تعال نشوف باقي الرسالة. بيقول لي primary key value already existed one. يعني ايه؟ بيقول لي ان البرايمري كي دوت موجود قبل كده في الداتابيز، فعمل كراش في البرنامج. فاكر الصورة الخاصة ب اللي احنا شغالين عليها اللي هو الجدول، وقلت لك ان البرايمري كي ما ينفعش ان هو يتكرر، ودي من خصائص البرايمري كي. فهو جه اول مره حط الاي دي بوان وسجل علي جمال والايدج بتاعه والجوب. جه تاني مره يعمل بيانات جديده لمحمد. جينا احنا قلنا له حطينا البرايمري كي 1، فلقى عنده البرايمري كي متسجل. طيب لو جيت هنا غيرناه ل2 مثلا، طبعا بالانجلش، بعدين نعمل run مرة أخرى، نعمل clear اللوك تحت. هتلاحظ إن مفيش كراش معايا. لو لاحظت هنا في السيستم أوت طبع لي علي جمال ومحمد. تعالى كده هنا مثلا أقول له بحيث يبقى الدنيا واضحة، أقول له نيم نقطتين مسافة مثلا، وأقول له هنا بلس بحيث يظهر، ونيجي قبلها بحيث يكتب لي يعني نيم نقطتين والاسم نيم نقطتين وهكذا. وأجي هنا مثلا أقول له الأي دي وأقول له بلس، خلي برضو نقطتين مسافة، بعدين بلس، بعدين هقول له هنا مثلا بير دوت اي دي، يطبع لي الاي دي، اقول له بلس بالشكل ده. تعال نعمل ران. طبعا هنغير هنا المره دي نخليه 3. طبعا ده مش منطقي ان انت تغير بايدك، هقول لك حل دلوقتي ازاي نخليه يعمل جنريت للارقام تلقائي. الحل بسيط جدا ان شاء الله. تعال مثلا نخليه احمد. هنا اي بيانات 22 ايا كان. بعدين نعمل ران مره اخرى، نعمل كلير تحت. هتلاحظ ان حصل كراش مره اخرى. تعالى كده على ران ونشوف ايه المشكله. لو ضغطت انت على العلامه ديت هيجيب لك كل الاسطر بدل ما نروح على الاسطر يمين للاخر. تعالى كده في ثالث سطر في المشكله، هتلاقي ان بيقول لي ان عندك exception، بيقول لي person is not part of the schema for this realm. تعال نفتح مع بعض البيلد جريدل هنا، وهنحط apply plugin kotlin شرطة، وبعدين kapt، بعدين نعمل sign now. بحيث نحل المشكلة ديت لازم تعمل apply plugin ديت. بعض الأحيان ممكن متظهرش معاك الايرور دوت، بس كويس إن هو ظهر. لو ظهر معاك هتحط apply plugin kapt، تمام. وهسيب لك برضو الكود في أسفل الفيديو. وتعالى نشيل البرنامج مع بعض من الإيميليتور اللي هو اسمه ريلن بالشكل دوت، بحيث يحذف الداتابيز. وعشان اتاكد اخش على ديفايس اللي هي ديفايس فايل اكسبلورر، وهاجي على الداتا
وافتح منها الداتا وادور على اسم الباكج للبرنامج بتاعي، اسم الباكج بتاعتي اللي هي com.arabcoding، هفتحها واجي هنا اعمل سينك، هتلاحظ ان مفيش اي ملفات. بعد ما نحذف البرنامج هنروح على build، بعدين clean project، بعدين rebuild project، وهننتظر لغاية ما يخلص تحت. بعد ما يخلص نقدر نعمل له run مرة أخرى. كويس إن المشاكل دي بتظهر بحيث نعرف إزاي نحلها مع بعض. أي مشكلة بتظهر لك تحت خدها كوبي في جوجل هيقول لك على طول الحل يعني. تمام. طيب نعمل run مرة أخرى، اشتغل البرنامج. تعالى كده ندور على system out، او نكتب هنا system او system out، ظهر لي احمد. طبعا عشان حذفنا الداتابيز لما جينا حذفنا البرنامج. تمام. طيب دلوقتي عرفنا ازاي نظهر البيانات من داخل الداتابيز ونعمل create ليها. تعالى نحل مع بعض مشكلة الاي دي. تعالى ننزل لتحت كده. دلوقتي الاي دي احنا عايزينه ما يكررش. طيب تعالى كده نحلها بطريقة كده مع بعض. اول حاجة ممكن اعمل variable فوق هنا فوق الاونكريت، اقول له var اسمه اي دي، واخلي القيمة المبدئية بتاعته بتساوي 0. طبعا هنا نوعه integer، يعني لو حابب انت تعرفه اعرفه، مش حابب هو هيعرف ان هو انتر. تمام. طيب دلوقتي الفاريبل دوت خليناه خلينا قيمته بزيرو. طيب احنا دلوقتي عايزينه كل مرة يجي يعمل run او يجي يضيف بيانات يبتدي يزود الاي دي ده بواحد. طب المفروض ان انا هنا اقول له اي دي بلس 1. طب هتقابلنا مشكلة. ايه هي المشكلة؟ دلوقتي هيجي يجيب الزيرو بعدين يضيف عليه واحد هيبقى وان. طب لما يجي يضيف بيانات مرة اخرى هيجيب برضو الزيرو وهيضيف عليه واحد هيبقى وان. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ احنا عايزين دلوقتي نجيب مجموع الاي دي اللي موجود في الجدول بتاعنا الخاص بالاي دي. يعني انا عايز دلوقتي اعرف في كم اي دي موجود هنا، يعني 1 2 3 4 وهكذا. يعني علشان نجيبهم لازم نستدعيهم. احنا تحت عرفنا ازاي نقرا البيانات. تعالى كده مش دلوقتي ان الكولم الخاص بالاي دي البيانات اللي فيها عباره عن اري، يعني ده اندكس 0 1 2 3 وهكذا. طب ازاي نجيب العدد بتاعهم؟ تعالى بطريقة بسيطة جدا زي ما كنا بنستدعي البيانات هنا. تعالى ناخدها كوبي مع بعض، وهاجي هنا هقول له الاي دي ده يا باشا هاتهولي هخليه يساوي البيانات الموجودة اللي انا استدعيتها اللي كان بالشكل ده تحت. تمام. بعدين هقول له دوت سايز، هيجيب لي السايز الخاصة بجميع البيانات اللي موجودة داخل الجدول بتاعي. توصل لك هنا احنا عملنا ايه؟ عرفنا فاريبل اسمه اي دي ونوعه كان انتجر وادينا له قيمة مبدئية بزيرو. تمام. بعد كده ابتدينا استدعينا الاي دي ده قلنا له يساوي، بعدين قلت له هات لي السايز الخاص ب جميع الصفوف اللي موجودة داخل الجدول بتاع البيرسون. تمام. هات لي السايز بتاعها واحفظه لي في الاي دي. يعني لو انا عندي اربع صفوف فهيقول لي اربعة او خمسة او ايا كان. بعد كده هنا في البرايمري كي قلت له هات لي عدد الصفوف دي اللي انت حفظتها في الاي دي بلس 1، زود لي عليهم واحد وهكذا. تمام. علشان نجرب البرنامج عايزين نحذف البرنامج الأول بحيث يتحذف قاعدة البيانات القديمة بحيث ما يعملش كراش معايا.
طبعا الدرس ده كله او الاربع دروس اللي احنا بناخدهم بنشتغل على الكونسول، يعني بنشوف البيانات في الكونسول، وده بسبب ان احنا يعني عايزين بس نتعلم الاول ازاي نعمل كريت وريد وديليت و ابديت للبيانات. بعد كده هيبقى في درس عملي نعمل ليست فيو ونستعرض فيها البيانات ونعمل اد واديت وهكذا. تمام، تعالى نعمل ران مرة اخرى بعد ما شلنا البرنامج. تعال نفتح اللوج تحت، نتأكد ان احنا مختارين نفس الايميليتور. تمام، تعال نطلع فوق كده، لو لاحظت طبع لي احمد اهو. تعال نعمل فلتر، نعمل فلتر هنا، نكتب system.out. تمام، تعال نكتب مثلا هنا محمد ونعمل run. لو لاحظت طبع لي احمد محمد والاي دي ده ب2. تعال نغير مثلا علي، نعمل run. لو لاحظت ابتدى يزود في الاي دي الخاص بالبرايمري كي، لو لاحظت زود كمان 3 وهكذا، يقعد يزود في الارقام او الحقول الموجودة داخل الداتابيز. تمام، طيب بكده وصلنا لاخر الحلقة، عرفنا ازاي نعمل قراءة من الجدول الخاص بالبيرسون. تمام، عن طريق قلنا له استدعينا الريلم هنا اللي احنا الاوبجكت اللي انا كنت عامله فوق دوت وير، وقلنا وير خاصة بقراءة قاعدة البيانات، وارسلت للوير الكلاس اللي انا عايز اقرا منه البيانات اللي هو بيرسون. بعد كده قلت له find all، بعد كده حفظت البيانات دي كلها داخل الـ variable اللي هو الـ all. بعد كده عشان أقرأ البيانات استخدمنا for each، قلت له all.forEach، وعرفنا هنا pair هيحفظ فيه كل البيانات، وطبعنا البيانات في الكونسول هنا. انت هنا ممكن تعمل مثلا array، تمام، أو array list، وتبتدي تحفظ فيها البيانات. يعني تيجي هنا تستدعي الـ array list بتاعتك وتقول له bear.name وهكذا، يعني زي ما احنا خدناها في recycler view أو list view، وهنعملها عملي مع بعض إن شاء الله. كده وصلنا لآخر الحلقة، أفكرك إن أنت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير عشان غيرك يستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.